النهارده كلميني النهارده عن تكريمك في محافظه بورسعيد بالتزامن مع حفلات مصر. طبعا انا مبسوطه جدا ان الاحتفالين جم في وقت واحد واحنا لبينا الدعوه كفنانين. وطبعا بقول لسياده الرئيس مبروك علينا حضرتك، مبروك علينا ان انت رئيسنا، مبروك علينا قناه السويس الجديده، وان شاء الله تبقى خير علينا كلنا كمصريين وكعرب. وطبعا بالنسبه للتنظيم تنظيم الحفله، هو كان في شويه مشاكل واحنا مستائين شويه من ده، عشان احنا ما يهونش علينا ان الصحفيين يتضايقوا لما يجوا ضيوف في بلد كريمه معروفه بكرمها زي بورسعيد. ولكن سياده المحافظ طبعا شرح الموقف، وان شاء الله تعدي على خير، واحنا مبسوطين حتى بوجوده ونكلف خاطره وانه جه وكرمنا. فيلم زجزاج واعمال كتير قوي في انتظار شيماء الحاج بعد فيلم ان شاء الله باذن الله. انا عندي فيلم نازل خلال ايام مازان، فيلم سعودي مصري بطوله تركي اليوسف، انا ياسمين الجيلاني، عفاف رشاد، صبري عبد المنعم، مجموعه من الفنانين المصريين والسعوديين، مش عايزه انسى حد. ان شاء الله في فيلم بحضر له خلال ايام، هعلن عنه ان شاء الله. وبحضر كمان حاجه كمان يعني على الشهر الجاي برضو باذن الله، هقول مش عايزه اتكلم دلوقتي علشان يعني اديني بس 3 ايام كده وانت اول واحد هتعرف ان شاء الله. بس ويا رب يعني يعجبكم ان شاء الله الحاجات اللي انا هعملها الجايه، وباذن الله قريب جدا يعني. واختفائي كان مبرر بان انا مش عايزه اعمل حاجه انا عملتها قبل كده، وللاسف ما تواجدتش في رمضان في دراما رمضان قبل كده، علشان انا عايزه اجدد من نفسي وعايزه يعني اشتغل حاجات انا نفسي اقدمها بجد. شكرا شيماء، معلش حبيب قلبي، ربنا يخليك، شكرا ليك.